النشاط والحيوية. ممارسة التمارين الرياضية هدفنا الأول منها اللي هي تكون لايف ستايل اللي احنا نستمر عليها طول الوقت. ده هيعود على جسمك وهيعود على صحتك وهيعود على نفسيتك بشكل أفضل. النهاردة هيكون التمرينة بتاعتنا أبر بودي، هنشغل بقى جزء العلوي الجسم. بس قبل ما نبدأ هنسخن جسمنا كويس وبعد كده نبدأ التمرين. هنبدأ مع بعض أول تمرين، هنعمل شولدر بريس، هنشتغل 12 عدة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. لو عندك أي مشكلة في ظهرك ممكن تشتغل التمرين ده وانت قاعد على الكرسي. 11، ونكمل لغاية 12 عدة. بعد كده هناخد ريست عشان ندخل على التمرين اللي بعده. هنعمل دمبل كير تو سايد ريز، هشتغل بايسبس بعد كده اطلع للكتف لغاية مستوى كتفي. 12 عدة برضو، 2، 3، 4، نظم نفسك طول التمرين. 5، 6، ونكمل ل 12 عدة. هندخل بعد كده على التمرين اللي بعده، دمبل رو ظهري مفرود، هنشتغله 20 عدة. 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. هنعمل بعد كده بعد ما ناخد الريست بتاعنا ونشرب الميه ترايسبس اكستنشن. اخلي الدمبل فوق هنا ورا ظهري وابدا ازق بايدي لفوق. هنشتغل 12 عده، 2، 3، 4، 5، ظهرك مفرود، 6، 7، ونكمل لغايه 12 عده. اخدنا الريست بتاعنا وشربنا ميه، هننزل بعد كده على ترايسبس بس هنشتغلها بوضعيه البوش ابس، ادايه ايدي جنبي كده وابدا انزل بس هنشتغل لمده 30 ثانيه اقصى حاجه عندي اقدر اجيبها. تاكد ان ظهرك مفرود، هنخلص ال 30 ثانيه هنطلع برده معاها تمرين بدون ريست. هعمل ريفرس فلاي برضو 30 ثانية، ظهري مفرود، التمرين اللي احنا قدمناه النهاردة دي هنشتغلها من 3 مجموعات لأربع مجموعات. النصيحة اللي حابين نقدمها لكم النهاردة، في عنصرين مهمين كتير مننا بيهملهم، عدم تعرضنا للشمس وده بيسبب لنا نقص في فيتامين د، وكمان نقص الألياف في نظامنا الغذائي وده بيأثر على صحتنا عموما وعلى جسمنا. نهتم بالحاجات دي، الحاجات دي هتفرق معاك جدا في خسارة الوزن وخسارة الدهون. واشوفكم في حلقة تانية جديدة.